اليوم آخر درس في دروس التاريخ وضعية تعلمية الرابعة الخاصة فقط بشعبة أدب وفلسفة وتسيير واقتصاد تحت عنوان تأثير الجزائر وإسهامها في حركات التحرر. إذا كنا كملنا البروغرام أو برنامج تاع الجغرافيا، اليوم إن شاء الله هذا الدرس راح يكون له برنامج التاريخ للفصل التالي. إذا العناوين الكبرى لهذا الدرس راح نشوفوا السياسة الخارجية للجزائر بعد ما نالت استقلالها، نشوفوا أيضا دور الجزائر في هيئة الأمم المتحدة، عندنا أيضا دور الجزائر في حركة عدم الانحياز، وأخيرا راح نشوفوا الجزائر ودورها في دعم القضية الفلسطينية. إذا ارتكزت السياسة الخارجية للجزائر بعد الاستقلال على عدة نقاط، من بينها أولا تصفية الاستعمار ودعم حركات التحرر والقضايا العادلة. عندنا ثاني نقطة توثيق روابط الأخوة عن طريق ماذا؟ عن طريق الاتحادات مثل الاتحاد المغاربي، جميع الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي، وأيضا ساهم في تأسيس الاتحاد المغاربي مثل ما قلت لكم. عندنا أيضا سعت أنها ترسي قواعد السلم والأمن العالميين، بالإضافة أنها دعمت التعاون ما بين دول العالم الثالث في إطار أنها تحقق التنمية لدول الجنوب. نجو نشوفوا الآن دور الجزائر في هيئة الأمم المتحدة. إذا كان تاريخ انضمام الجزائر لهذه الهيئة في 8 أكتوبر 1962، دعمت جهودها من خلال تحقيق أهدافها وحيالها وتطبيق أيضا قرارها، والدعوة أيضا لعقد قمة طارئة للجمعية العامة اللي كانت سنة 1974، كانت رأسها هوالي بومدير، وكان تم التأكيد فيها على نظام اقتصادي جديد يكون عادل. عندنا أيضا سعت في إطار هذه الهيئة أنها تفرض رقابة على عمل الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى أنها قامت بتثمين ثروات العالم الثالث، وأيضا مثلت للقضية الفلسطينية في المنظمة. نجو نشوفوا الآن دور الجزائر في حركة عدم الانحياز، يعني كنا هذه الحركة ما غاديش غايبة علينا، كنا شفنا أهدافها مبادئها تاريخ تأسيسها وغيرها في دروس سابقة كنا تناولناها. إذا كان تاريخ الانضمام إليها وحضور قمامها بداية 1962، احتضنت المؤتمر الرابع والمؤتمر التاريخي اللي يعتبر سنة 1973، كنا اعتبر مؤتمر تاريخي نظرا للنقاط والقرارات اللي ركزت عليهم. دعات انها بعد ما كان قرارات حركة الانحياز يعني تسلط الضوء على القرارات السياسية في المؤتمر اللي احتضنته الجزائر، طور الاهتمام من سياسي الى سياسي واقتصادي، يعني ركزت على الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها في إطار هذه الحركة سعت أنها تقوم بتطبيق سياسة حيادية إيجابية، بالإضافة إلى أنها دعمت سياسة التعايش السلمي. نجو نشوفوا آخر عنوان هو دور الجزائر تجاه القضية الفلسطينية. إذا ما يخفناش الكلمة المشهورة اللي قالها لنا رئيس الجزائر هذا هو بومدير، اللي قال أنه دعم القضية الفلسطينية كانت ظالمة أو مظلومة. شاركنا كجزائريين في الحروب العربية الإسرائيلية من سنة 1967 إلى غاية 1973، قمنا باحتضان أو افتتاح أول مكتب لفلسطين في الجزائر في اللي كان 23 سبتمبر 1963، مختلف الكوادر الفلسطينية كانوا يتلقوا التدريب تاعهم في كلية شرشة، أيضا كانوا كنا نقوم بإرسال سلاح إلى فتح عبر سوريا، وذلك في إطار يعني تحضير لانطلاق الثورة الفرنسية كانت في شهر جانفي 1965. قامت الجزائر أيضا باحتضانها العديد من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بها في إطار أنها تدعم القضية. اعتبرت أيضا الكيان الصهيوني واعترفت به يعني، وقطعت كافة يعني اتصالات معها وفي جميع المجالات سواء اقتصادية سياسية وثقافية وغيرها، بالإضافة أنها قامت بإنشاء إذاعة فلسطين هي صوت فلسطين، بالإضافة أنها اعترفت بدولة فلسطين في سنة 1988، نقول اعترفت بها يعني اعترفت بها بدولة ذات سيادة ذات حدود ذات معالم جغرافية وغيرها. إذا هذه هي أهم النقاط الكبرى في درسنا اليوم. قدر نقول لك السيدات أن الجزائر ساهمت ولا زالت تساهم يعني في القضايا العادلة في العالم، وأن استقلالها
استقلال الجزائر يعني استكمل او استكمل وما زال يستكمل استقلال جميع المستعمرات خاصة دولة في فلسطين. نتمنى ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الشرح المبسط لهذا الدرس، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى مراجعة إعادة مراجعة الدروس جيدا. نتمنى لكم عطلة سعيدة، نتلاقاو ان شاء الله بحول الله في الشهور المقبلة وبالتوفيق.